السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مدارس العراق وتأثيرها على جودة التعليم. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا عبر سكايب الدكتور محمود المسافر الأكاديمي والمتخصص بشؤون التعليم، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم من أجل إبداء آرائكم والإجابة على تساؤلاتنا التي نطرحها في هذه الحلقة. يعد عام 2003 العام الذي بدأ فيه التعليم في العراق بالانحدار نحو الأسفل، وذلك بسبب الحرب وما تلاها من أحداث أثرت على الحياة العامة في العراق وانعكست سلبياتها على التعليم كجزء من القطاعات التي تأثرت سلبا بتبعات الاحتلال. ومن المشهود للعراق تاريخيا أنه أوصل الأمية إلى ما دون خانة العشرات ضمن حملة محو الأمية الإلزامية التي انتهجتها الدولة العراقية في سبعينيات القرن الماضي، وهو ما جعلها تتفوق على دول كاليابان وكوريا الجنوبية والصين وإسبانيا. لكن هذا التاريخ لم ينعكس بمرور الزمن على النظام التعليمي في العراق، ولم يكن الدافع لتقدمه وتطوره، بل كان الاحتلال الأمريكي وما تلاه من حكومات بداية النكبة والانتكاسة الحقيقية للتعليم في العراق، إذ دمرت المدارس وأهمل كثير منها، وازدهرت الأمية والجهل بين صفوف العراقيين، وازداد التهرب من المدارس، وأحجم عدد كبير من الأطفال على الدخول إلى المدرسة في سبيل العمل من أجل إعانة الأسرة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع مستويات الفقر. كذلك هناك من حرموا من حقهم في الحصول على تعليم بسبب العمليات العسكرية التي دمرت مدنهم وهجرتهم. في المقابل انتعش سوق المدارس والجامعات الأهلية وتحول إلى تجارة مربحة لأصحابها كانت على حساب جودة التعليم، مما ساهم بخروج العراق من التصنيفات الدولية المعنية بجودة التعليم. مشاهدينا الكرام، كما عودنا حضراتكم نجري استطلاع رأي في داخل العراق في الشارع العراقي، نلتقي بمواطنين عراقيين ونطرح عليهم الأسئلة التي تتعلق بموضوع حلقتنا. جئناكم ببعض الآراء من مواطنين عراقيين، دعونا نشاهد أو نستمع إلى بعض منها ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيفنا الكريم. يعني واقع التربية في العراق هو نتاج للواقع المعاشي والاقتصادي والحياة بشكل عام التي نعيشها في العراق، يعني على كل المستويات لا نجد شيء منظم في حياتنا، ولا هناك طموحات لتحقيق أي إنجاز مهم في الواقع العراقي. يعني على المستوى التربوي على سبيل المثال نرى المستوى الطالب ضحل جدا، إلا القليل يعني من الطلبة الذين يمتلكون قدرات خاصة، أما بشكل عام فمستوى الطالب بسيط جدا ولا يرتقي إلى أي مستوى، ابتداء من المدارس الابتدائية فصاعدا حتى الجامعات مستوى الطالب غير جيد، ولا يشجع ولا يعطي أمل بتطوير المستوى. فرغم كل هذا نحن نقول لابد أن نضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا لغرض تثوير الواقع التربوي وتطويره نحو الأفضل، عسى أن يكون قد يصل إلى مستوى معين للخروج من المأزق الذي نعيشه. لا أعتقد ذلك، البنى التحتية غير متوفرة ومستلزمات التربية أيضا غير متوفرة في الواقع العراقي، لأنه الفساد ينخر في كل مجالات الحياة في العراق. بالتأكيد هناك جهات تعمل لتجهيل المجتمع لكي تقود إلى حيث ما تريد، هو هذا الهدف والغاية، أنه كلما كان المجتمع جاهلا أصبح سهل الانقياد لتحقيق الأهداف التي يرمون تحقيقها. والله حاليا واقع التربية والتعليم بالعراق يعني نقول درجة الصفر،
لأن المدارس الحكومية تعبانة إلى أبعد الحدود، لكن المدارس الأهلية لا، درجة أولى. بالنسبة لواقع التعليم، أولا تردي الواقع بسبب قلة المدارس، قلة الكادر التدريسي. المسؤولية اللي تقع على الكادر التعليمي تقريبا قلت 50%، فالواقع إلى أبعد الحدود تعبان حيل. هاي سببها الحكومات المتعاقبة المحاصصة الحزبية، مو أنا ما ليست الطائفة لكن المحاصصة الحزبية، هذا إلك وهذا إلي، فالواقع بها الإنسان المواطن البسيط. أما بالنسبة لمدارسنا، عندنا مدارس أنا أعرفها أنشئت بسنة الأربعينات والثلاثينات، خرجت أجيال يا أبو أجيال، ولكن هسه حاليا تعبانة. مثلا هسه عندك الإعدادية المركزية، المدرسة الغربية باب المعظم، هاي مدارس قديمة خرجت أجيال، خرجت شعراء، خرجت أدباء، خرجت أطباء، خرجت فنانين. حاليا واقعها مزري، قلة الكادر التدريسي، قلة التجهيزات، يعني أبسط الأمور تدخل للصف الصف بي 70-80 طالب، بينما قبل كان أكو قرار الأقل صف بي 25 طالب بحيث المعلم يسيطر عليهم. زين إذا الصف بي 60 طالب، يعني المعلم إذا يخلص له دقيقة واحدة ويا كل طالب يراد له 60 دقيقة، زين هو درسه نقول 40 دقيقة أو 45 دقيقة. فقلة المدارس، قلة التجهيزات، قبل كانت عندنا مثلا تجهيزات المدارس، يعني اللي هي التربية توزع قرطاسية، توزع جناط، توزع ملابس زي موحد، أكو عندنا مثلا إعدادية الكارخ، مدرسة دجلة، حاليا هاي كل هالأمور انتهت. ليش؟ لأن هاي تعتبر حافز للطالب. زين الطالب إذا ما عنده حافز شلون يدرس؟ ثانية وبعد اللي سيطرت على ملاكات التربية المدارس الخصوصية، التدريس الخصوصي، أغلبية المعلمين، أغلبية المدرسين عندهم معاهد تدريس خصوصي، فما يهتم بالطالب داخل المدرسة الحكومية، يهتم به داخل المدرسة الأهلية أو المعهد، معهد التقوية. فهذا واقع التعليم. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث بعض المواطنين العراقيين بشأن حال التعليم الآن في العراق في زمن هذه الحكومات المتعاقبة. نرحب الآن بالدكتور محمود المسافر الأكاديمي المتخصص بشؤون التعليم معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور محمود. حياكم الله، بارك الله فيك وبارك الله في مشاهديك الكرام، تحية لك ولكل كادر قناتكم الكريم. حياك الله دكتور. بداية، يعني هل تدهور قطاع التعليم في العراق كان قبل الاحتلال أم مع قدوم الاحتلال بدأ الانهيار؟ شكرا لك مرة أخرى. هو الحقيقة طبعا. يعني احنا لازم يعني نمر بمراحل التعليم يعني بوصفنا تربويين بشكل منطقي وعلمي. العراق تعرض يعني بعد أن حقق نهضة كبيرة في التعليم، وصلت إلى عام 1980 أنه يتوج على رأس العالم في موضوع محو الأمية. وكان التعليم في أجود حالاته. مرينا بمرحلة الحرب العراقية الإيرانية، وعلى الرغم من نفقات الحرب الكبيرة حاولت الدولة أن تحافظ على جودة التعليم، على الرغم من إصابة هذا القطاع المهم بما أصاب كل القطاعات الأخرى من تأثيرات الحرب، لكن الدولة حاولت أن تحافظ. ونتذكر كلنا كيف أنه كانوا المعلمين والمدرسين يسحبون من جبهات القتال ويعودون إلى صفوف الدراسة. ثم مررنا بمرحلة حصار قاسية ومؤذية، ورغم ذلك وبعد أن دمر العدوانيون الأشرار في عام 1991 الكثير من المدارس والجامعات والكثير من المؤسسات التعليمية، أعاد العراق بناءها على الرغم من الحالة المالية الصعبة التي كان يعيشها. أقصد من ذلك إلى عام 2003 برغم كل الصعوبات اللي مر بها العراق، لكن العراق كان يضع التعليم كرقم واحد كل الحكومات التي توالت على العراق منذ عام 1921، وبناء أول مدرسة بعد تأسيس الدولة العراقية. إلى 2003 كان العراق يحاول دائما أن يكون من أجود الدول، وطبعا هذا شفناه ونحن في الخارج كيف يتعاملون مع خريجي الدولة العراقية، خريجي معاهد والكليات العراقية ما قبل عام 2003، وكيف يتعاملون مع الأسف الآن مع خريجي المعاهد والكليات ما بعد 2003. يعني هل يمكن إعطاء أي مبرر لهذه السلطات الحاكمة التي تقول بأن النظام السابق هو الذي دمر البلد ودمر مؤسساته وسلم البلد خراب
وبالتالي يصعب علينا البناء الآن. نحن الآن نحاول أن ننهض من تبعات النظام السابق وتأثيراته. هل هذا مبرر للفشل في النهوض بقطاع التعليم طيلة 20 عام؟ لو تحدثوا بذلك عام 2004 و2005 و2006 كان يمكن لبعض الناس أن يسمعوهم يعني، لكن إن تحدثوا بذلك بعد 20 عاما وبعد خطط انفجارية وعفوا موازنات انفجارية، وصلت الموازنات هذه بمجموعة بما يزيد على كل موازنات العراق منذ تأسيس الدولة العراقية إلى أن جاء الاحتلال عام 2003. على الأقل كانوا يحافظوا على العدد، يعني أنا أرد عليهم الحقيقة وأحاججهم، كانوا يحافظوا على عدد المدارس العراقية التي كانت متوفرة لحد عام 2003. على الأقل أن يحافظوا على مستوى التعليم الذي كان في عام 2003. الأساتذة الجامعيون الذين ذهبوا إلى دول العالم خريجوا ما قبل 2003 يستطيعون أن يتحدثوا عن أنفسهم ويتحدث الآخرون عنهم. وما يحدث الآن في العراق من يعني من انهيار في التعليم، هذا مو خافي على أحد، هذا تحول إلى قرارات دولية. نحن الآن في ماليزيا هناك أزمة كبيرة في عملية التعامل مع البكالوريا العراقية، لذلك حامل البكالوريا العراقية عندما يأتي إلى الجامعات الرصينة في ماليزيا لا تقبله مباشرة في الصف الأول كلية، وإنما ترسله إلى ما يسمى الفاونديشن اللي هو سنة ابتدائية قبل التأهيلية قبل الجامعة، لأنه لا يؤمنون بوجود هذه المستوى التعليمي يؤهلهم لأن يدخلون الجامعات الماليزية. هذا موضوع الآن انتشر في كل العالم، لا يستطيع أن أحد ينكره. أما إذا يريدون أن يتحدثون ويسمعون أنفسهم فهم منذ 20 عاما يتحدثون ويكذبون ويسمعون أنفسهم. طيب يعني دكتور، الآن عندما نتحدث عن مواطن الخلل أو المشاكل المتعلقة بقطاع التعليم في العراق، هل تعتقد بأنه مخطط لتدمير التعليم في العراق؟ وما الأسباب التي تدفع إلى تدميره؟ نعم بلا شك أخي العزيز، المؤسسة المنظومة التعليمية في أي دولة هي عقل الأمة، هي عقل أي دولة. المؤسسة التعليمية هي عقل، هي ليست وزارة التخطيط ولا وزارة الاقتصاد على كل الأهمية، ولا الصحة كلها مهمة، ولا القضاء كلها مهمة، لكن التعليم هو العقل. إذا أنت أفسدت هذا العقل منذ الطفولة منذ الابتدائية وما قبل الابتدائية تستطيع أن تحصل على ما يسمى بالدولة الرخوة. الدولة الرخوة، الأنظمة الرخوة هي التي تستطيع أن تؤثر فيها بشكل واضح وقوي من دون أن تصرف الكثير من المال، من دون أن الحقيقة يتطلب منك جهد عالي. فهم يحولون الحقيقة إلى حالة طينية يستطيعون أن يحركوها بما يشاءون، وهذا لا يستطيعون أن يقومون به إلا عندما يضربوا أسس التعليم في العراق. ومثل ما تعرف حضرتك ويعرفون المشاهدين وأنا كررت ذلك، أن منظومة التعليم تتكون من أربع أمور مهمة جدا، تتكون من الطالب والمعلم والمدرسة والمنهج، وهم في كل واحدة من هذه يضربونها بطريقة محترفة جدا منذ 9/4/2003 إلى الآن. وطبعا في ذلك حديث طويل أستطيع أن أفصل لك بالضبط ماذا فعلوا مع الطالب. سنأتي إلى هذه الجزئيات بعد قليل دكتور، لكن حضرتك استمعت في بداية الحلقة إلى آراء بعض المواطنين العراقيين. حقيقة كبار السن في داخل العراق هم فهموا اللعبة من البداية، فهموا هذا المخطط، لكن ما باليد حيلة، يعني بالنهاية هم يقفون أمام آلة إعلامية وسلاح ونفوذ وسلطة وكذا. لكن ماذا عن الشباب؟ ماذا عن الشباب؟ هل فهموا حجم المخطط ومدى الخطر الذي يحيط بهم؟ نعم، هذا واحد من أهم الأمور اللي كنت أريد أتحدثها في موضوع الطالب نفسه. الطالب هذا الشاب الصغير منذ عام 5 سنين 6 سنين عندما يعرضوه إلى مختلف أنواع التأثيرات النفسية والعاطفية، يحولوه إلى يعني يحركوه في الطقوس 140 يوم إجازة يمشي فيها في الطرقات، يأكل من الطرقات، لا توجد أسس في طريقة حياته، لا توجد تربية حقيقية، لا يوجد أب وأم على رأسه، هذا رقم واحد. عندما يحولون الطفل منذ الصغر إلى مدمن للمخدرات وكما قال وزير داخليتهم ذاك اليوم يقول 40% من الشباب العراقي مدمن المخدرات، هذا الموضوع يعني أنهم يعملون على أن يكون هذا يحيدون
مبدأ ما يسمى بتحييد المواطن، تحييد الإنسان، بحيث لا يستطيع أن يفكر. لكن رغم ذلك شوف أولاد تشرين، شباب تشرين، هؤلاء الذين خرجوا في تشرين وهم بعضهم لا يقرأ ويكتب، وبعضهم يقرأ ويكتب، وبعضهم وصل إلى مراحل دراسية، لكن فهموا أن هناك مؤامرة كبيرة تستهدفهم هم أكثر مما تستهدف الفئات الأخرى من الشعب الكرام. أرجع لحضرتك بعد لحظات دكتور محمود، لكن دعنا الآن مع أيضا المشاهدين الكرام نستمع لرأي السيد أحمد من ألمانيا. تفضل يا أحمد، حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. موضوع التعليم في العراق وموضوع الصحة في العراق موضوع شائك جدا الحقيقة. كل الأمور ممكن أن تكون تعطيها مقاولة إلا الصحة والتعليم، وإذا أردت أنه يعني تدمر أمة، تدمر وطن، تدمر شعب، فاجعل التعليم كما هو الوضع السائد في العراق وفي بلدان أخرى مع الأسف. التعليم الأهلي في العراق يعني مع الأسف دمر كل شيء، والآن لا توجد شهادة من جامعة عراقية معترف فيها حتى في الصومال. هذه مشكلة أخي الكريم. مع الأسف المشكلة التعليم الآن هي يعني تتكون من ثلاثة مشاكل. المشكلة الأولى في المناهج المعدة للمراحل الدراسية المختلفة. المشكلة الثانية هي في أسلوب إعداد المدرسين والمعلمين وقابليتهم على توصيل المادة إلى الطلبة. والمسألة الثالثة هي المشكلة في الكليات والمعاهد والجامعات التي تعد هؤلاء المعلمين والأساتذة. هذه مشكلة حلها لا يكون ارتجالي ولا يكون جرد قلم كما نقول احنا بالعراقي، ولكن تحتاج إلى دراسة وإلى وضع ضوابط وأسس سليمة لغاية النهوض بهذه الحلقات الثلاثة ومن ثم النهوض بالتعليم. مع الأسف بالعراق نشوف كثير من يعني تهريب الأسئلة ودور أول وثاني وثالث، ومسألة النجاح في المدارس الأهلية عن طريق المال، ويجلبون أي معلم أو معلمة كانت، أي أستاذ أو أستاذة كانت، على شرط أنه يعني أصحاب المدارس هم مقاولين وليسوا تربويين. هذه مشكلة يا أخي. تمام، هذه مشكلة على أساس. طيب أنا أشكرك سيد أحمد من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. دكتور محمود، بالحديث عن نظرية أو على نظرية المؤامرة، هل تعتقد بأنه ما نراه الآن من كثرة المدارس الأهلية والجامعات والمعاهد داخل ضمن خطة المؤامرة في سبيل أولا جني الأرباح، والأكثر من ذلك إخراج أجيال لا تفقه ما تقرأ حقيقة، يعني لا تفهم ما تقرأ، لأنه هو اعتمد على المال كوسيلة من أجل الحصول على الدرجة، من أجل الدخول في هذه المدرسة. هناك أطباء تخرجوا من جامعات أهلية معدلاتهم ستينات. شوف أخي العزيز، هي أكو يعني هذه نظرية المؤامرة عندما تدعمها أدلة واضحة ما تصبح نظرية مؤامرة، تصبح مؤامرة. نعم. علي الأديب عندما أصبح وزيرا للتعليم، سيء الصيت هذا الرجل، عندما أصبح وزيرا للتعليم هو طبعا رجل ميليشياوي يعني خدم في فيلق القدس وقبل ما يجي العراق. نعم. هذا الرجل عندما أتى وزيرا للتعليم، واحدة من أهم تصريحاته التي ما كان يجب أن تمر علينا أبدا، إنه قال إنه أنا أرى، وكما العالم يسير باتجاه التعليم الأهلي، أنا أرى أنه لا يوجد جدوى من دعم التعليم الحكومي. المرحلة القادمة هو دعم التعليم الأهلي، وسيكون كل التعليم أهلي. قال هذا الكلام بالضبط. هذه من المراحل الأولى للاحتلال عندما جاء هذا الرجل وزيرا للتعليم. من هذا تعرف أنه هذا مخطط، والمخطط الحقيقة هو أنه تفكك القوانين والأنظمة، وطالما أنهم لا يستطيعون الآن العودة لتفكيك هذه القوانين والأنظمة ماذا يفعلون لها؟ يصغرون أهميتها، لأن القوانين والأنظمة التي تختص بالجامعات والكليات والمدارس الحكومية، هذه الحقيقة كل ما تقل هذه ويقل تأثيرها بالمجتمع أصبح ما لها أهمية. لذلك هم راحوا باتجاه التأكيد على موضوع القطاع الخاص. طبعا يخدم كثير من الأهداف عندهم. أولا هي واجهات للميليشيات، واجهات مالية يستطيعون بها تصدير المال، سحب المال بطريقة اللي تعجبهم، غسل الأموال، كل هذا. لكن
أهم هدف بها أنه يكسرون شوكة التعليم العراقي التي كانت لحد عام 2003 الحقيقة هي واحدة من أهم ركائز المجتمع العراقي، إلى أن استطاعوا أن يوظفوا كل أهدافهم الخبيثة في نشر ما يسمى بالتعليم الأهلي، مع احترامنا لبعض المعاهد والكليات والجامعات والمدارس التي تعمل بشكل صحيح، لكن الغالبية العظمى هي تعمل على تهديم التعليم في العراق وبطريقة ممنهجة. يعني حقيقة هناك تقرير للأمم المتحدة دكتور يتحدث عن 3,200,000 طفل عراقي لا يذهبون إلى المدارس، السبب هو نقص البنى التحتية. يعني هذه الأموال التي تصرف، نعم أنت تفضلت وتحدثت عن مخطط ومؤامرة، لكن يعني لم يلمس المواطن العراقي أي منجز، وإن كان وهمي وإن كان من أجل الشو الإعلامي كما يسمى، في سبيل فقط تجميل صورة هذه الحكومة. لماذا تضغط دائما في سبيل رفع نقمة الناس عليها، ازدياد حالة الغضب، ازدياد حالة الكره لهذه السلطات؟ لماذا لم تقم بإجراء يعني يهدئ الشارع عن طريق إنشاء بعض المدارس، المستشفيات، الجامعات وغيرها؟ طيب هذا أنت يعني جنابك معتبر أنه هاي حكومة ولها قرار ولها إرادة وتخاف من الشارع وما تخاف. هؤلاء الحقيقة ناس موظفين صغار لدى قوى أكبر منهم، هذه القوى لا تخاف من العراقيين ولا تحسب لهم حساب الآن، وهي الحقيقة مع تقديري واحترامي وأرجميز على أحد من عندي، هذه القوى اللي هي قوى بعض الجيران واللي هي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هذه تستعبد العراقيين، تتعامل معهم كما هم عبيد، لا تهتم كثيرا لمشاعرهم ولا عواطفهم ولا رغباتهم ولا حاجاتهم. لذلك ما تتوقع من هذه الحكومة، لأن هذه الحكومة أخي العزيز لا تمثل نفسها. هؤلاء لا البرلمانيين ولا الحكومة ولا القطاعات ولا العاملين بالشأن السياسي، هؤلاء لا يمثلون أنفسهم، هؤلاء يمثلون، هؤلاء عبارة عن سركالين يمثلون الملاك، الملاك هم المحتلين الذي جاءوا. هل هم واثقون لهذه الدرجة ولا يقلقون من ثورة شعبية قد تنهض؟ أبداً، قد تنهض وتطيح بهم؟ على الإطلاق أبداً. يعني ألم يتعظوا مثلا من ثورات 2011-25 إشباط اللي صار بالمحافظات الغربية، كذلك ثورة تشرين ليست بالنسبة لهم أي خط أو جرس إنذار أو تحذير لما هو قادم في المستقبل؟ الحقيقة هؤلاء لو كان بيدهم الحقيقة كانوا أن غيروا بعد مجازر 2006 و2007 و2008 بسبب هذا الرئيس الوزراء المقبول إبراهيم الجعفري، كانوا غيروا بسبب بعد انتفاضة 2011 في المناطق الغربية، بعد انتفاضة 2009 و2011 وما بعده 2014 و2019 في مناطقنا في الجنوب، كانوا غيروا أي شيء، لكن مثل ما قلت لك هؤلاء لا يغيرون أبدا ولا ينتهجون أي نهج الحقيقة متوازن مع هذا الموضوع، حتى مثل ما قلت حتى يسوون شو، وحتى عندما تأتي أخي الانتخابات انظر الانتخابات هم يتعاملون، ليش أنا قلت يتعاملون بطريقة العبودية مع الشعب العراقي، هو عندما يريد أحد ينتخب يروح ينطي بطانية وينطي 25 لتر أو ينطي دجاجة، انظر طريقة التعامل مع الشعب العراقي كم هي مهينة، لذلك هو لا يهتم بما يسمى بالإجراءات طويلة الأمد. طيب هو يعني دكتور خلينا نسميه ليس اهتمام بقدر ما نطلق عليه صفة الخوف، يعني هل هم واثقون من سلاحهم أم من الدعم الدولي الذي يحظون به؟ نحن هم واثقون أخي، هذه الحكومة أقولها بقناتكم لا تقوم لها قائمة ولن تستطيع تبقى دقيقة واحدة لولا الدعم الدولي والإقليمي والعربي. طيب أرجع لحضرتك لحظات دكتور إذا تسمح لي. السيد أبو زينب من النجف ويانا، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لجنابك وجناب الكريم. أبو زينب أعتذر منك، سيد أبو زينب صوتك غير واضح، أرجو منك تعود الاتصال مرة ثانية. طيب سيد أبو علي من بغداد تفضل حياك الله. الله يسعدك أستاذ العزيز، شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا أبو علي. الله يسعدك، شلونك أستاذ حمد؟ حياك الله أبو علي تفضل. أقول للدكتور الله يخليه ما يجي هنا، يجي لبغداد بس مجرد أنه يحكي، يجي لبغداد خليه هو يسوي التعليم الحالي مو أحسن؟ مو باباك برا بالنسبة لك أستاذ محمد،
يد قاعد مدري بيا دولة ويحكي خليه يجي هنا ويسوي له هذا وزارة يسوي له شغلات يدير باله على الشعب. تمام تمام هذا سؤال حقيقة. وتمام أحسن أحسن من هذا الحد يعني هذا حكي ما صار بيه معنا ميليشيات وإيران. يعني أنت أنت بس أريد أسألك أريد أسألك أبو علي أنت تشوف الوضع بالعراق وضع مستقر مرتاح المواطن يحظى بكل الخدمات المدارس والمستشفيات والبنى التحتية يعني عايشين أنتم مرتاحين الآن في العراق؟ بلد 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 هو تعبان أصلاً هو العراق متى استقر؟ صار له قرون 50 سنة هو مبهدل العراق وبعدين صار احتلال والحالة تعرف أنت البلد صار فيه النهد الشعب سقط النظام الشعب في البلد اجوا دول الفاسدين كذلك هماتين وبلد ما مستقر اجوا الدواعش وصارت هوسه فالبلد يعني احنا المفروض يجي واحد عراقي يحكم هنا مو يطلع بالفضائيه يحكي وميليشيات وايران وما اعرف الحد هذا والله مليانه من عنده والله انا كعراق مواطن عادي والله مليانه هذا محمد والله العظيم يجي هنا يجي ببغداد يجي ويدير الوضعيه بنفسه. تمام انا اشكرك ابو علي شكرا جزيلا. خلينا نرجع سريعا للدكتور محمود لان سؤال توجه لحضرتك دكتور الان انت ليش بالخارج ليش ما ترجع تدير شؤون وزاره التعليم العالي؟ يعني ارجو ان يسمعني الاخ المواطن ابو علي وهو كلش حقه في الملل الذي اصابه من 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 هذا النوع من الحديث لانه احنا تاكيدنا على هذا لان هي هذه الحقيقه الوحيده اللي امامنا التي نستطيع ان نتحدث بها الان وراح اجاوبه على تساؤله. اخي العزيز هناك عوامل اسمها في الاقتصاد وفي التعليم وفي كثير من القطاعات اسمها عوامل طارده للكفاءات وهناك عوامل اسمها عوامل جاذبه للكفاءات. العراق قبل عام 2003 وفي الثمانينات وحتى بالسبعينات أصدر قوانين لإعادة الكفاءات العراقية حتى يعودون انطاهم الكثير من المزايا ورفع عنهم الكثير من القيود حتى يرجعون لأنه شعر العراق أنه بحاجة له. العراق اليوم هو بلد مليء بالعوامل الطاردة للكفاءات. أنا أدعو الأخ أبو علي وهو اسمي معروف الآن محمود خالد مسافر أن يجي إلى ماليزيا وأروي تجربة محمود مسافر في ماليزيا في مدارس دولية إنشاءها هو ما نقول اسم المدارس حتى لن يعتبر هذا الموضوع ترويج. يجي وأروي وإذا كان هو أستاذ أبو علي يساعدنا في أن نقيم مدارس مثل هذه في العراق فأنا حاضر في أن أقيمها في العراق وأنا ممنون. هناك محاصصة أخي أبو علي وكل الأخوان يسمعون هناك قرارات تأخذها جهات يمكن أنت مزعوج من كلمة ميليشيات تأخذها أيادي أجنبية توقع عليها أيادي أجنبية هناك سفراء أخي أبو علي يعينون وزراءكم وزيرك للتعليم العالي هو ميليشياوي في عصائب أهل الحق. هذا الرجل قال قعدت من النوم شفت نفسي متعين وزير تعليم أخي أبو علي عليك أن تشوف الحقائق مع تقديري واحترامي لجنابك ولكل العراقيين لكن إذا ما نشوف الحقائق نحن في الخارج أبنائنا يدرسون بطريقة ممتازة جدا ويتخرجون من أفضل الجامعات احنا مقهورين على أبنائنا في العراق على أبناء أهلنا في العراق ولا احنا ما متضررين من هل تؤمن على حياتك وحياة عائلتك إن عدت أبدا إلى العراق؟ أنا ليش أؤمن أنا أطالب الأخ أبو علي وكل العراقيين أن يطالبون وزارة الخارجية أن يمنحون جوازات سفر عراقية نحن ممنوعون فقط لأننا نقول الحقيقة في هذه الفضائية أو تلك ممنوعون من حمل حتى جواز سفر عراقي حتى وثيقة عراقية ما عندنا فليعلم ذلك الأخ أبو علي ومع ذلك أنا اسمي مثل ما هو قدامه معروف ويستطيع أن يسأل في كل مكان عن هذا. دكتور أرجع لحضرتك إذا تسمح لي لحظات خلونا نستمع لرأي سيد صباح من أربيل. تفضل سيد صباح. السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي بالنسبة لدور الزوار حاشي سامع خلنا نقول الحواوين تسمح لو سمحت لو سمحت سيد صباح يتعدون على سيد صباح على سيد صباح عربية. سيد صباح أرجو منك أرجو منك التحفظ على ما ذكرت طبعا نتحفظ على ما ذكرت أرجو منك احترام الشاشة واحترام المشاهدين بلا تجاوز تفضل اللي عندك رأيك بس بدون تجاوز تفضل. أهلا نجف فيك تستر بهم بالله عليك يعني هذا المدير المطار يقبل على شرفه هي شيء شنو اللي صار؟ مع الأسف عليه يعني المفروض دولة يدخلون محكمة ثانية تحقيق ومحكمة وينمنع عليهم السفر نهائيا على العراق. من هم دولة؟ للأسف يعني أسف والله
طيب سيد صباح أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. خلونا نسمع رأي سيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب. أبو زينب طيب أبو زينب غير جاهز. خلونا نشوف استطلاع الرأي الآخر مشاهدينا الكرام، آراء مواطنين عراقيين سريعا، نسمع لآرائهم نستمع لآرائهم ثم نعود لنكمل الحديث. واقع التربية بالنسبة للتربية التعليم منتهي. ليش؟ لأنه أولا كثرة المدارس الأهلية، كثرة الجامعات الأهلية، اللي عنده إمكانية يروح، واللي ما عنده إمكانية ذاك هو بالشارع عنده بسطية وقاعد. روح اسأل لك واحد هسه عمره 20 21 15 اسمه ما يعرف يكتبه، صدقني. أنا صعدت ويا عدة سواق تاكسي أسئلة، يقول لي أنا ما لا عندي شهادة ولا عندي هذا ولا متخرج. يابا عمرك ايش قد؟ قال ما دخلت مدرسة، لأنه انتهت بالنسبة لهم. مدارس ماكو، أبنية ما موجودة. يعني تصور مدارس ازدواجية ثلاث وجبات أو وجبتين أو أربع وجبات، رحلات ماكو بالقاع، وهي بالامتحانات شغلة ميؤوس منها. يعني شلون الطلاب ذولا يتقدمون وشلون يفكرون وهي الدنيا حارة وتصمت؟ وأسئلة هذه لا تحدث ولا حرج عليها، كلها تشتكي من عدها. والأكثرية هسه اللي عنده إمكانية خليه لدرس مدرس خصوصي. هاي هسه شوف روح اسأل، ولا كان شو يسوي بأربعة وخمسة وطالع؟ ماكو اهتمام، لأنه وزير التربية مو مهني، ما جابه واحد مهني وقعده. لا أبو الاقتصاد مهني ولا أبو التجارة مهني ولا ولا ولا، كلهم من الأحزاب وجابتهم وحطتهم ونصبتهم، التهوا بالخمط واللمط والهذي وعافوا الدنيا وما بيها. شنو ذنب هالأطفال هذه اللي يكبر ويصير عمره 10-15 سنة وهو حتى ما داخل ابتدائي؟ ماكو اهتمام، ماكو بالتدريب للتعليم، التعليم صفر. شنو قريبانات هاي وين صايرة؟ يعني هاي الصومال تروح شو بيها مدارس؟ شنو قريبانات؟ شنو مالطين؟ تطلع للقضية والنواحي شوف المهزلة هناك، مدرسة مالطين ومخلي بيها علم شماله، مخلي بيها شو اسمه، مخلي بيها تحكي تبتلي، تسكت تروح عليك كلها. مو حقه عزيز علي لما يقول اسكت لا تحكي تبتلي، خلي يلعبون الشوملي تحكي تبتلي، سكوت اولى. اكو عندنا فساد اداري، الفلوس ما جاي تروح على التربيه ولا، لان هسه اكو التعليم يريدون يجبروك بالتعليم بفلوس، يعني التعليم بفلوس، تجاره صارت اصلا. هم هسه ودهم يلغوها هاي المدارس الحكوميه، يسووها تجاريه لان اشتروها. كل شيء انباع، كل شيء انباع، ماكو ما شغله ما انباعت، كله صار بيها فساد اداري. فطبعا هم شوفوا اكو رحلات ماكو، تعليم رديء. تعال هسه من تروح هناك، من يروح المعلم ما يعلمك، يعلم الطالب بذيك الصحيح، يقول لك تعال اتعلم يمنا وين، مدرسة خاصة أو دروس خصوصية يعلمك، فتلقى الطالب كل شيء ما مفتهم، وعندنا نسبة سقوط تصير عالية أكثر من اللازم. ما عندنا تعليم بالعراق، ولا عندنا رياضة، ولا عندنا فن، ما عندنا لا اهتمام بالرياضة ولا بالفن ولا بالتعليم. وعندنا حتى الأطباء ثلاثة أرباعهم هجوا للخارج، لأن ما حد يهتم لهم هنا، وما حد شو اسمه ما له مستقبل، هج للخارج.
هسه اللي يروح المستشفى مدينه الطب انا اقول لك يعني اذا عدى شغله بسيطه يمكن يموت بها لان ماكو علاج. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ارحب بالدكتور محمود المسافر مره ثانيه. دكتور محمود، في قبل الانتخابات الماضيه خرج هادي العامري امام العلن امام وسائل الاعلام قال اعداء الحسين منعونا من البناء. وطبعا ما يجري الان في العراق من جهل وتخلف وانتشار او تفشي الاميه بشكل كبير يجعل البعض يصدق هذا الكلام. هل تعتقد بانهم اعتمدوا على الجانب الديني في سبيل جر هذه او جر فئه معينه من الشعب العراقي تجاه تصديق هكذا تصريحات؟ لا اشوف يعني هو جزء من يعني من عملهم ان هم يستخدمون الاعلام لغرض ترويج لافكار الحقيقه يعني تقسيميه محاصصاتيه ما الى ذلك طائفيه، لكن ان يصدقهم الناس انه يعني خلينا نقول احفاد يزيد او ابناء يزيد هم الذين منعوهم من 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 البناء. طيب هم منعوكم من البناء وشنو اللي منعكم من ان تسرقون؟ يعني ليش سرقتوا؟ شنو منعكم ان تكونوا نزهاء او نزيهين؟ ما الذي منعكم من ان تكونوا رجال دوله؟ منعوكم من البناء. طيب وهذه الفضائح مال البوق والفضائح مال يعني حشاكم حتى الفضائح الاخلاقيه هذه منو اللي دفعكم عليها؟ همين ابناء يزيد؟ هذه هي احنا نسميها بلت ان بالشخصيه العميله. هذه هي بناء داخلي في كل شخصيه عميله. هو ما يريد الحقيقه هذه الشخصيه العميله سيئه ويسمعوني كل الاخوان. ما يريد ان يكون هناك نظيف بالشعب العراقي. حتى لا حد يعيره، حتى لا حد يذكره بعيوبه. لذلك هم يريدون كل الشعب العراقي جاهل لانهم جهل. وكل الشعب العراقي شاذ لانهم شداد افاق. وكل الشعب العراقي سراق لانهم سارقين ومارقين. هذه هم ما يريدون للشعب العراقي. لذلك عندما نضع يدنا على الجرح، اصابعنا على الجرح الحقيقي، وهو انه هذا اتى مع الاحتلال واستخدم الاسلام السياسي من اجل تدمير العراق. وجزء مهم من الاسلام السياسي استخدموا مظلوميه سيدنا الحسين من اجل ان يمرروا اكاذيبهم على الشعب العراقي. هذا انطلت في اول سنه ثاني سنه لا تنطلي ابدا على الشعب العراقي من شماله الى جنوبه ابدا. اما الاعلام فهو بيدهم. لذلك هم يقولون من الذي يخرج على الاعلام ويقول له لا انت كذبت؟ الا نطلع نحن من الخارج او بعض الشجعان من الداخل الابطال الذين يعني ارفع لهم القبعه يغامرون بحياتهم في سبيل قول الكلمه. طبعا طبعا. طيب دكتور، سمعت حضرتك احد الرجال العراقيين كبار السن اللي ظهروا بالمقطع قبل شوي يتحدث وقال يعني شرح الوضع وتحدث عن المعاناه، لكن ذكر في النهايه السكوت اولى. هل يصح السكوت الان ام يجب على العراقيين ان يقولوا الكلمه بصوت عال؟ لا لا لا، الحقيقه احنا فقدنا الكثير بوطننا الان ونحن نفقد وطننا يوميا. إذا سكتنا أخوان أخواتي الله يحفظكم، طبعا مثل ما ذكرنا الشجعان في العراق كثيرين ما شاء الله، لكن إذا سكتنا جميعا الحقيقة سيأخذون العراق إلى الهاوية. لذلك علينا أن لا نسكت مهما كلفنا ذلك، مهما كلفنا وبأي ثمن. فأنا أشد على أيدي كل الرجال والنساء الشجعان الذين من أسمعهم الحقيقة يوميا أشعر أنه احنا مقصرين كثيرا تجاه العراق. عندما يكون هؤلاء في داخل العراق ويقولون الكلمة صحيحة تجاه مرجعيات وتجاه حكام وتجاه عملاء وتجاه قتلة وميليشيات، أنا أقول أن عراقنا لا زال رغم كل هذا هو بخير، لأن فيه أناس رجال ونساء وماجدات شجعان أبطال يقولون الكلمة الحق. لذلك أنا يعني ما أتفق ويا أخونا اللي طلع وتحدث بذلك، وأنا متأكد طالما أنه تحدث فهو شجاع. طالما ان هذا دكتور محمود، الخوف الذي بث في نفوس العراقيين بسبب سطوة الميليشيات والسلاح والقانون المسخر لخدمة هذه الأحزاب، يعني ربما يعطي يعني يمكن ان نقول بانه يعطي بعض التبرير لهؤلاء الناس الذين يتحدثون بصوت خائف بعض الشيء، ضعيف بعض الشيء، لانه اليوم
ممكن أن يخرج قرار إعدام فوري مصادق عليه من رئاسة الجمهورية ضد أي واحد ينتقد هذه الأحزاب؟ طبعا يعني أستاذنا العزيز، الدفاع عن البلد والدفاع عن حرماته والدفاع عن قيمه وعن أخلاقيات مجتمعنا وعن ديننا الحنيف، هذا يتطلب تضحية. هؤلاء الذين سبقونا الحقيقة هم يعني أكثر من عندنا كرامة وأكثر من عندنا إيمانا وأكثر من عندنا شجاعة بالتأكيد. هؤلاء الذين سبقونا وقالوا الحق وأعدمتهم السلطات الرسمية أو السلطات غير الرسمية اللي هي الميليشيات، هؤلاء هم قدوة لنا الحقيقة، من الشباب الثائر البطل الذين أعدمتهم قوى الظلام الحكومية إلى الرجال والنساء الذين اصطيدوا في الشوارع وقتلوا واقتيلوا أو الذين حكمت عليهم، هؤلاء هم القدوة. لذلك أنا أعتقد أنه هذه التضحية التي أعطوها لن تذهب سدى، وسيعود العراق بإذن الله تعالى أقوى، وسنتذكر هذه الأيام ويتذكرها أولادنا وأحفادنا، وسنتذكرها نعم بألم ولكن بفخر أننا وقفنا أمام هذه الهجمة القاسية الاستعمارية الصهيونية البربرية الإيرانية، وأسف للبربر لكن الإيرانية. طيب، عودة سريعة إلى قضية المدارس. طبعا هناك اتفاقية مع الصين تم بموجبها الحديث عن إنشاء أعمال بنى تحتية وغيرها، مشاريع من قبل شركات صينية مقابل أخذ النفط مقابل المال أو بدل المال نظير القيام بهذه الأعمال. الهدف هو إنشاء 7000 إلى 8000 مدرسة. الصين قامت بتسليم هذه المشاريع إلى شركات مقاولات محلية، وهذه الشركات استلمت المشاريع ثم بعد ذلك حولتها إلى مقاولين آخرين وبدأت الأموال بالتبخر. هل هنا يعني يمكن القول بأنه الصين أو غيرها من هذه الدول التي تسعى إلى التواجد في العراق والكسب من ورائه بأنها تريد أن يكون هناك الفساد أو يكون هناك استمرار لهذا الفساد، هي تغذيه بهذه الطريقة؟ لا، هو حقيقة يعني مشاريع الصين المعروفة الآن بالعالم هي تريد لمشاريعها أن تظهر وأن تسمى، هذا هو المشروع الصيني، هذا موجود في كل العالم حتى في المنطقة التي أعيش فيها في جنوب شرق آسيا الآن، تريد لمشاريعها أن تكون مشاريع عملاقة ومعروفة وتدر الأرباح ويقولون عنها أنها هذه مشاريع صينية. هذا الذي حصل في العراق هو إخفاق صيني بالتأكيد، إخفاق كبير، وهو نزول عند رغبة السلطة الحاكمة في بغداد ومن يمولها ومن يدعمها بالنهاية، من أجل أن الحقيقة أن يحصلوا على بعض المكاسب السياسية في العراق في ظل مثل ما تعرف تجاذبات أمريكية صينية في وقت محرج جدا اللي هو الآن. لكن أنا متأكد أن الصين اليوم عرفت أنها ارتكبت خطأ كبيرا بأن وضعت يدها بيد مجموعة من السراق في العراق، وأن مشاريعها لن تظهر على العلن على الإطلاق، وأن كل الأموال التي صرفت ستذهب سدى إلى جيوب المقاولين واللي هم المقاولين أغلبهم. لكن دكتور، مع هذا الإخفاق الذي تفضلت به، الصين ستستفيد من النفط العراقي. هي لم تقم ببناء أي مشروع، ولكن في المقابل ستأخذ النفط. هذا هو الوضع المحرج الذي قصدته بعد الأحداث التي صارت بين حقيقة بين أوكرانيا وروسيا. الآن الصين بحاجة إلى النفط بأي طريقة من الطرق، وبالتالي هي ستتنازل عن كثير من المنظومة القيمية الاقتصادية القيمية التي لديها مقابل ذلك، لكن ستكتشف أن هذا راح سيأتي وبالا على سمعتها، ولا أظن أنها ستستمر في هذا أبدا. طيب، سؤال أخير لحضرتك دكتور محمود. الآن بالنظر إلى مستوى الأمية والجهل والتخلف الموجود في داخل المجتمع العراقي بسبب محاولة إضعاف العقول عن طريق تدمير قطاع التعليم، هل تعتقد بأنهم نجحوا في هذا المخطط وسيتمدد أو سيقوى هذا المخطط الذي تعمل عليه هذه الأحزاب الموجودة في العراق في سبيل القضاء التام على قطاع التعليم وتحويله إلى قطاع أهلي كما قال علي الأديب؟ نعم، راح أعطيك النتائج. النتائج مهمة جدا. تفضل. نبدا من تقرير اليونسكو الذي يقول ان هناك اكثر من 3 ملايين طفل لم يدخلوا المدرسة، يعني وصل عمرهم 6 سنين ولم يدخلوا المدرسة. واضف الى ذلك ان هناك اكثر من 40% من الطلاب الذين دخلوا المدارس، يعني دخل عمره 6
ولم يكمل السادس الابتدائي، وهناك أكثر من 30% من هؤلاء لم يصلوا إلى مرحلة الإعدادية. مرحلة الإعدادية مقسمة ثلاثة أقسام. نعم. قسم أخذ باستحقاق درجات وراح إلى كليات صحيحة أو جامعات حكومية صحيحة. قسم أخذ درجات أقل وراح إلى كليات أقل ونافس أصحاب الدرجات العليا، وهذا راح يكون عبء كبير على المجتمع. نعم. والقسم الثالث لم ينجح فترك، فعدد التاركين يصل إلى حدود 70% من الذين تركوا ولم ينجحوا. فأنت انظر إلى مجتمع الحقيقة يولد هذا سنوياً. فأنت تتخيل بعد 10 سنين من الآن ماذا سيحصل. لذلك علينا تثوير الجهود، تثوير الطاقات، تثوير الأفكار، تثوير المعارضة والانتفاضة ضد ما يحدث اليوم في العراق، حتى مع أخواننا الذين يعملون في التعليم العالي ويعملون في التربية، فيهم خير كثير ويستطيعون أن يعارضوا، أن يوجهوا أصابع التشخيص إلى وأخيراً وزير التعليم العالي، وزارته لا تعترف بالشهادة التي حصل عليها من الجامعة التي حصل عليها. طبعاً لأنه رجل مزور وسيبقى مزور هو. وكل من أخذ شهادة مثله والآن في يعني مرافق الدولة المهمة. أشكر حضرتك شكراً جزيلاً دكتور محمود المسافر الأكاديمي المتخصص بشؤون التعليم، حياك الله. مشاهدينا الكرام أشكر حضراتكم أيضاً لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.